طيب قولي لنا كده على شويه تمارين بسيطه للناس اللي هما بيتفرجوا بجد يبتدي يفرق معاهم. يا جماعه التمارين اللي هتتعمل بتاعه الفلكسبيليتي او بتاعه المرونه دي بتخلي فيه ريفرشمنت غير طبيعي في الجسم. في ناس دايما بتبقى عايزه تدوس كده على جسمها طول ما هي قاعده عماله بتدوس، يقول لك انا في وجع، انا عظامي بتوجعني بشكل غير طبيعي، وده علشان ما فيش مرونه، صح؟ فايه تمارين البيزكس او الليفل 1 او المرحله الاولى اللي ناس كبير صغير تخين رفيع اي حد يقدر يعملها؟ ورينا بقى حاجات البيزكس. ايوه أوكي. الفلو، افضل فلو اللي بيعجبني انا، نبدا سايد بند، نشتغل شويه زاويات، نبص على السقف، نرجع تاني سايد، كل ده بنشد وبنحاول نطول الجنب من الجسم. نقلب هنا، نشتغل على الخلفيه، ننزل نطلع نعمل ارش، نبص فوق تاني، نشتغل على الجسم من قدام، ننزل. عملنا ده، نعمل الناحية التانية بسرعة كده. جولي انت بتعملي الحاجات دي محسساني يعني ان مش سهل. ده سهل ولا لا؟ سهل بجد؟ هو سهل بس كل واحد بيشتغل على الليفل بتاعه، يعني هو ما يعرفش يعمل كده او ما يعرفش يعمل كده، في يعمل كده عادي جدا، عادي ما يعرفش يلف قوي يبص السقف قوي، في يعمل كده عادي جدا، طول ما يكون في تحسن مش مهم، ولازم هيبقى في تحسن مرة لازم في مرة. على كل مرة وعلى كل نفس برضو، يعني انا ممكن افضل مثلا نخش على اللي بعده. طيب نخش على اللي بعده، يلا اوكي. فاللي بعده للرجلين، انا هعمل مثلا ثلاث انفاس هنا. فاول نفس اسيب النفس، اوكي. تاني نفس انا هنزل اكتر واسيب النفس، فهنزل على كل نفس في تحسن برضه. اوكي، حتى النفس بيفرق جدا في الاكسرسايزنج. جدا جدا. اوكي، طول ما يكون طويل، طول ما تعرف تطول برضه العضله. اوكي، اطول العضله واطول الوقت اللي انا بعمل فيه بالزبط. الحركه نفسها بالزبط.